اللقاء التالي اللي خلاله كنحاول اولا نركزوا على جوج اشياء. اولا جانب ديال التاطير والتكوين ديال الفاعلين الجمعويين على مستوى المنطقه الشماليه يعني الريف وجبال بنيه ناسل، من اجل اولا القدره ديالهم في المجال ديال الترافور والتعريف ديالهم وتكريه الترافور. الهدف الثاني هو اولا خلق ديناميه جهويه ومحليه للترافور من اجل حل مشكلات مرتبطه بالجبال. وكما سبق لنا الاشاره ليه هو ان هذا اللقاء كي هو اللقاء الرابع من بعد ديال بولمان وديال الازيلان وديال تيزيد، وغادي يكون متبوع بلقاءات اخرين اللي الهدف منها اولا تسليط الضوء على قضية الجبل ومعاناة ديال ساكنة الجبل، من أجل أولا بحث سبل وضع سياسات عمومية تعنى بواقع الجبل للرفع من ظروف وتحسين ظروف عيش ديال الساكنة ديالو، ثم كذلك من أجل بلورة قانون أو إطار يرفع وينمي الجبل. هذا كما كنقولوا داخل واحد الاطار واحد الديناميه ديال المشروع اللي جمعيه الهدف كتستهدف من خلاله خلق هذه الديناميه على المستوى الوطني اللي وصلت لواحد العدد ديال الموارد الماديه والبشريه بالدعم ديال اوكسفام، اللي من خلاله غنحاولوا اننا نتواصلوا مع كل الجهات اللي معنيه بالجبل على اساس اننا نوضعوا خطه واستراتيجيه وطنيه وجهويه ومحليه للاجابه وتقديم كما كنقولوا مذكرات ومشاريع قوانين اللي غادي تكون كما كنقولوا الموضوع ديال الترافع ديالنا في السنه المقبله، في العلاقه مع الفرق البرلمانيه، في العلاقه مع الاحزاب السياسيه، في العلاقه مع كل المؤسسات الوطنيه المعنيه في تنميه المجالات، سواء كانت مجالات قوية ولا كذا، ولكن بغينا اننا اليوم نبلورو واحد استراتيجيه وطنيه اللي كتعنى بالجبل، خاصه ان كنعرفوا ان الجبل هي من بين المجالات اللي عانت وكتعاني التهميش، وقليل فاش كتفكرها الا في اوضاع المناخيه اللي هي كتكون سيئه في حاله مثل في المشكل ديال الثلج او في العزله الى غير ذلك. واليوم بغينا ان نخلقوا من الجبل انه نوضعوه في الاجنده السياسيه ديال كل الفاعلين السياسيين، ونعتبره من بين الاولويات الوطنيه اللي الهدف ديالها هي ارساء سياسه تنمويه مستدامه اللي ممكن انها تحسن كما كنقولوا ظروف عيش السكان ديال الجبل، وكتصون الكرامه ديالهم وكتوفر لهم كل الخدمات الاجتماعيه الضروريه.